السلام عليكم. عليكم السلام. صباح نعم الخير. اتفضل. مساء شيخ مصطفى، كنت محتاج اسال حضرتك عن ان انا كنت مسافر في الخارج، وكنت عمي يعني هو اللي بيدير لي اموري الماديه وكده، مثلا سحب من بنوك وايداع وهكذا. نعم. فوجئت بعد ما رجعت من السفر ان لقيت عمي بايع نصيبي في بيت ابويا لاخواتي، يعني هو حضر التقسيم بين اخواتي وجمع الفلوس زائد قيمة البيت وبيعني نصيبي واداني نصيبي فلوس من غير ما يرجع لي. انت كنت وكلته. هو انا كنت عامله توكيل رسمي، بس هو حتى ما باعش حتى للتوكيل الرسمي اللي انا كنت عامله له، ولا قلت له يعمل حاجة في الميراث وهو ما رجعليش. ولكن قدام اخواتي هو اللي كان داير لي اموري المالية. تمام. فانا كده اكتشفت الموضوع ده بعد سنوات من تقسيم الميراث لما رجعت من السفر من الخارج. طيب ايه المطلوب الان؟ نعم؟ انت كنت عامل له توكيل؟ كنت عامل له توكيل عام رسمي علشان يقدر يتحرك في البنوك وهكذا، لكن هو ما رجعليش في موضوع البيت ده. المهم تم البيع يعني. وما استخدمش التوكيل في البيع كمان، ده هو مضى بدالي بدون التوكيل. لكن يعني هو مضى بدالي بدون التوكيل. فالشاهد دلوقتي ان الموضوع مر عليه سنوات، والفلوس يعني دلوقتي هو مش يعني حتى مش بيقول ان هو حط الفلوس في البنك، ومش فاكر هو حطها في انهي ايداع ولا عارف يشاور لي عليها. واخواتي عايزيني امضي، لان لحد دلوقتي مفيش ورق اتكتب، اخواتي عايزيني امضي ان انا بعت، علشان هم عايزين يبيعوا حقهم هم كمان. فانا كده متمسك بحقي في بيت ابويا، وهما بيقولوا لي لا ده انت بعته وعمك باعه لك. فانا كده ليه حق عند عمي ولا عند اخواتي؟ عمك مات ولا على قيد الحياه؟ على قيد الحياه، وعمال في مشاكل معاه ان هو عمال يقول لي لا انا بعت لك والفلوس موجوده عندك في البنك واودعتها لك، بس مش فاكر الايداع كان انهي واحد، لانه كان بيحط مبالغ على بعضها. فهو دخل في وسط مبالغ على كلامه، يعني على كلامه بيقول كده. الان مشكلتك مع عمك، لكن اخوانك اشتروا. اخواتي يعني كده ماليش حق عند اخواتي؟ لا مالكش حق عند اخواتك. شكرا يا فندم.